جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كما في الصحيح قال حمدا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الصلاة سأل من الذي قال كذا وكذا، قال أنا يا رسول الله، قال والذي نفسي بيده لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. بضعا وثلاثين، لما تنظر إلى لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، تعد حروفها تجدها 34 حرف، التنوين تحسبه بحرفين، طيبا المشدد بحرفين، لا تضيع الحروف، ما يضيع عند الله شيء، كل حرف له ملك. لو يعلم الناس ما في ذكر الله جل جلاله من الفضل والأجر، ومن يذكرون والله ولذكر الله أكبر، ملائكة تفرح بذكر الله، ولذلك كل حرف الله أكبر، كل حرف له ملك. بضعا وثلاثين ملكا وما يعلم جنود ربك إلا هو، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيده، تقول تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها والذي نفسي بيده ما من ورقة في شجرة إلا عليها ملك يكتب حياتها وخضرتها وذبولها ويبسها ومتى سقط